للمزيد من تداعيات الارتفاع غير المسبوق بدرجات الحرارة في العراق في معظم مدنه وعودة ملف الكهرباء والخدمات المهمل إلى واجهة الانتقاد مع زيادة السخط الشعبي على استمرار سوء الخدمات الأساسية وإهمال الجهات الحكومية. في هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الدكتور يحيى السنبل. دكتور مرحبا بك. حياك الله، يا أهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناة الرافدين. حياك الله دكتور. دكتور، يعني العراق لا يخفى على أحد ارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة، تيار كهربائي شبه معدوم، طبعا درجات الحرارة تخطت نصف درجة الغليان، يعني تخطت الخمسينات في بعض المحافظات، وفي الوقت نفسه تتراجع ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية لتتفاقم معاناة المواطنين في بلد يسمى بلد النفط، هكذا يسمى. يعني برأيك ما الذي قدمته حكومة الإطار التنسيقي لمواجهة معضلة الكهرباء بعد مرور نحو سنتين على تشكيلها؟ حتما أخي العزيز، إن العراق هو من البلدان المتأثرة بالتغيير المناخي، والذي أعدت تقارير بشأن ذلك منذ أكثر من عقد من الزمان، ولكن هذه الحكومات الفاسدة والعميلة لم تأبه بهذه التقارير ولا بهذه الدراسات. وعملية الكهرباء أو قطع الكهرباء هي عملية مفتعلة، فالعراق تتوفر فيه كل المواد التي تحتاجها الكهرباء، ولكن المحتل الأمريكي بالتوافق مع إيران جعل من العراق هو الرئة التي تتنفس منها إيران ببيع الغاز الإيراني بأسعار مضاعفة إلى العراق، وإلا شراء غاز لسنة واحدة من إيران يكفي لبناء 50 محطة في العراق من المحطات الغازية، وبأقل من مما نقدمه لإيران سنويا. فأحد العلماء في اختصاص الطاقة قبل أيام نشر تقرير قال بأن هناك وضع 50 محطة غازية في العراق من هذا الغاز اللي يحرق هباء منثورا أمام أنظار الشعب وبإرادة أمريكية واضحة. هذا يكفي، وقيمة هذه 50 محطة هي 6 مليار دولار، في وقت العراق يصرف سنويا ضعف هذا المبلغ لإيران وأضعاف من المواد. البعض يتندر ويقول في سؤال دكتور يحيى، يعني كما ذكرتم الطاقة، يعني تم تصنيف العراق من بين أكبر 9 دول تحرق الغاز، يعني الغاز المصاحب الذي يتم في أثناء عملية استخراج النفط في عام 2023 وفقا لتقرير البنك الدولي. هنا هذا تقرير دولي طبعا. يعني السؤال، هذا الغاز المصاحب الذي من المفترض أن يكون ثروة وطنية يقدر، لا أعرف، يعني أنا لست صاحب اختصاص، بعض أصحاب الاختصاص قدروه بملايين الدولارات ربما أكثر، أليست، لماذا لم تستحوذ عليها إيران أيضا؟ لماذا تذهب في الهواء تحرق هكذا هباء منثورا؟ هذا الغاز الذي يحرق أخي الكريم ثروة كبيرة تقدر بأكثر من مليار دولار شهريا وليس سنويا. الغاز الذي يحرق، ولكن أمام نظر الأمريكان ولاعتبارات كثيرة، هو يراد منها تدمير العراق وتمزيقه وهدر ثرواته، حتى لا يعود هذا البلد يقف على رجليه ويعود على بناء بنيته التحتية وما دمره المحتل، وإنما جاء وفق دراسة ومشروع قد اتفقت عليها أمريكا مع الدول الإقليمية في عملية تقاسم ثروات العراق ونهبها وتمزيق ما يتبقى منها. لذلك هذا الغاز وفق قرارات دولية لا يخرج ولا لا يصدر إلى جهات أخرى، حماية لدول أخرى تبيع الغاز بأسعار منافسة حتى لا يتنافس الغاز العراقي مع تلك الدول. هناك تقرير
قبل حرب 2003 أبان الحكم الوطني لعلماء الطاقة قالوا بأن الغاز الذي يستخرج من العراق تكون تكلفته للمتر المكعب شيء بسيط مقابل ما يستخرج من البحر أو يستخرج في دول أخرى. لذلك عندما يستخرج الغاز العراقي سوف يكسر سعر الأسواق الأخرى ويمد العالم بهذه الطاقة. لذلك تم تحجيم هذا الدور وإنهاء هذه الثروة وتدميرها. لذلك حتى الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال لم تعمل لا نريد تصدير الغاز وإنما لبناء محطات كهربائية غازية، ولكن هذا عملية منع العراق من صناعة الطاقة وصناعة الكهرباء هو قرار سياسي أمريكي متخذ وفق مخطط لتدمير العراق ولترويض شعبه أيضا ومن أجل غلاء المعيشة. يعني الكهرباء الآن تشكل ثقل كبير على المواطن الذي يدفع أجور كهرباء لهذه المولدات التي تعج بالدخان في العاصمة وفي كل مدن العراق وفي كل نواحيه وتلوث العراقيين في ظل هذه في ظل هذا الحر القاسي جدا. نشكرك شكرا جزيلا دكتور يحيى السنبل عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي.